مساء الخير السيدات والسادة، أصدقاء ورواد الحوار الإنساني. يسعدني تماما أن أقدم أحد العقول النيرة الشابة في موضوع ربما تكون ألوفة لدى كثيرين، ولكن الحقيقة الأبعاد التاريخية المعقدة لها غير مألوفة في موضوع الثورة العشرين. يعني أنا شخصيا ما عرفت إلا من خلال علي الوردي الحقيقة في لمحات، ولكن الدكتور عباس كاظم متخصص في حق دراسات الشرق الأوسطية ومنها طبعا الشؤون العراقية خاصة. الدكتور عباس كاظم أستاذ دراسات الشرق الأوسطية في كلية مونتري للدراسات العليا، وأستاذ زائر في قسم التاريخ جامعة ستانفورد، وهو أيضا زميل أقدم في معهد الدراسات العراقية جامعة بوسطن. في الواقع عندي سلسلة عديدة من نشاطاته الكتابية والدراسية خاصة في المجلات والدوريات، وله عدد من الكتب موضوعة ومترجمة. أحب أن أشير إلى أهمها الحقيقة، وهو كتاب سيصدر في الشهر القادم المفترض أو بعد القادم شهر 11. أحد الكتب في تجربة الحكم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن دار روتليج في لندن، اللي هو هذا الكتب الصادر، والثاني اللي حيصدر عن جامعة تكساس بالغة الأكاديمية في نشاطها الجامعي وفي دار نشرها، بعنوان استعادة العراق ثورة العشرين وتأسيس الدولة الحديثة. ودكتور عباس كاظم يعكف الآن على إنهاء يعقب على إنهاء كتاب عن التعليم والسياسة في العراق منذ أواخر العهد العثماني، إضافة إلى إعداد بعض الدراسات عن وثائق حزب البعث. وأعتقد معظم ربما جزء كبير من عندكم حضر الندوات اللي تمت البارحة وظهيرة اليوم بشأن وثائق حزب البعث. الملاحظة الأخرى لدي على الدكتور عباس أنه هو بهذا التخصص وبهذه الحدود الحقيقة يملك ربما من القلة الموهبة الأدبية والشعرية التي توقف عنها كاتبا، ولكنه لم يتوقف عنها معنيا وقارئا. معرفتي بعباس حقيقة التقينا هذه أول مرة قبل يومين، بس إحنا دائمين تراسل الكتاب لبعض، لأنه اشتغل أو انشغل قبل سنتين 3 سنوات حقيقة بترجمة، وهذا حق الثالث من الاهتمام، بترجمة قصيدة طويلة لي بعنوان قارات الأوبئة، نشرت بالإنجليزية مع بضعة قصائد قصيرة عن دار كاركنيت الشعرية تحت عنوان The Plague Lands and Other Poems. طبعا هو الآن ما زال يسعى محبا ومستمتعا بترجمة نص آخر نثري هذه المرة لي، وهو كتاب العودة إلى غاردنيا. يسعدني تماما أن أقدم الدكتور عباس كاظم لكم في موضوعته هذه، وآمل أن تكون نافعة ومثيرة في آن وبعدين بعد المحاضرة نفتح كالعادة وقتا للحوار لمن شاء. مرحبا دكتور عباس كاظم، تفضل.
شكرا جزيلا هذه الفوز هذه المقدمة الجميلة. شكرا جزيلا الشاعر الكبير والقامة الباسقة في الثقافة العراقية الشاعر فوزي كريم. بتواضع جم لم يذكر فوزي كريم أن القصيدة التي ترجمت تلقت إعجابا أو لقيت إعجابا كبيرا لدى النقاد ممن يعرف فوزي وممن لم يعرف فوزي. كان آخرها أن قال أحد النقاد عن هذه القصيدة إنها بأهمية قصيدة تي إس إليوت الأرض اليابان. ولعمري لو قيلت هذه الكلمة في شاعر من الذين يحبون الأضواء وغير ذلك لتصدعت رؤوسنا. ولذلك أنا أعتقد لا يوازي حجم شعرية وشاعرية فوزي شيء سوى تواضع فوزي كريم وأهمية فوزي كريم على الساحة الأدبية. يشرفني جدا أن أتقاسم معه هذه المنصة، ويشرفني أيضا أن أكون مدعوا في هذا المكان، مكان أعجبت كثيرا بما قدم وتابعته على اليوتيوب، في معظم الأحيان حاسدا أو غابطا من يحضر ومن يستمع، وهذه الوجوه الجميلة وهذه النقاشات الرائعة وهذا الجو الذي أفتقد إليه حيث أكون أو إلى مثله، أمسيات عراقية عربية جميلة جدا. كذلك لا بد من شكر لمؤسسة الخوئي التي جعلت هذه الزيارة إلى لندن ممكنة، دعوة كريمة وشيء رائع يستحقون الشكر عليه، والشكر موصول إلى الأصدقاء والأحبة في لندن الذين غمروني بكرمهم وبحبهم وبتشجيعهم، ولكم جميعا أيضا ولكم هذا الشكر أيضا، لأنني أحس بتواضع كبير وأنا ألقى هذه الحفاة وهذا الفخور. شكرا لكم جميعا وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. لأتكلم عن الكتاب وعن الموضوع الذي أتيت من أجله إلى هذا المكان، ثم أنا أفضل في الحقيقة أن يكون حوارا أكثر من كونه محاضرة، رغم أنني معلم في الجامعة، فالمعلم أحيانا يميل إلى الحديث المطول، ولكن الحقيقة أنا أستمتع بالحوار وبالسؤال وبالجواب. ليس الجميع ينتمون إلى نمط واحد، ورحمه الله الجواهر الذي قال غير أني بالمال أضوى وإن أسمن غيري إن النفوس مزاج. فأنا أيضا بالأسئلة أكون أفضل ربما من الحديث، لأن الحديث يكون طريق واحد للمعلومة وللإيصال المعلومة، بينما الحوار طريق ذو اتجاهين. طيب، ما هو الكتاب وما هو الموضوع؟ غريب كيف يكون البحث أحيانا، تبدأ ببحث معين لا تعرف أين سيذهب بك هذا البحث وأين ستفضي بك السبل، تقول هذا موضوع مثير وربما سأكتب عنه مقالة صحفية، أو ربما سأكتب شيئا عنه في ينشر في مجلة أكاديمية، ولكن حينما تنتهي لا تدري أين سيكون، ما بدأته ليكون مقالة سيصبح كتابا، أو ما تفكر في أن تجعله كتابا يصبح مقالة إن لم يذهب هباء منثورا. هذا هو العمل في البحث، هو هم دائم لاقتناص ما هو مثير لي أولا كباحث، وما أتمنى أن يكون مثيرا للآخرين الذين سيقرؤون هذا البحث. طيب، الفكرة جاءت من قراءتي لمذكرات السيد محسن أبو قبيخ، وهو كما تعرفون وسأتكلم عن دوره أحد قادة ثورة العشرين. مذكرات نشرت كان فيها الكثير من المثير، وأنها نشرت في فترة متأخرة جدا عن ثورة العشرين،
نشرها نجله الدكتور جميل أبو طبيب الذي تمنيت أن يكون معنا، ولكنه أنا عرفت بأنه في كاليفورنيا. سبحان الله، حينما أتي لندن هو في كاليفورنيا، حينما كنت في كاليفورنيا وفي لندن، ولكنه كان عونا كبيرا لي حينما أتيت إلى لندن في المرة الأولى عام 2006. فأشكره كثيرا على حسن ضيافته أيضا وعلى مساعدته. إذن مذكرات أبو طبيخ، هذا الشخص الذي كان مهما ومحوريا، رجل له أهمية قيادية، وشخصية أبو طبيخ كسيد مالك لأرض واسعة يستغل قدراته وأمواله في الثورة، وينفق الكثير من نفقاتها، ثم يذهب ولا يسمع عنه أحد من جيلي أو الأجيال الأخرى، يصبح هامشا في تاريخ الثورة. لماذا؟ كان هذا هو السؤال. فقررت أن أكتب كتابا عن محسن أبو طبيخ. هنا سأتكلم عن محسن أبو طبيخ على الحكاية، لن أفعل أبي وأبا إلى آخره، كي لا أجعلكم تملوا من الكلام عن أبو وأبي وأبا والأسماء الخمسة. محسن أبو طبيخ إذن كان هو الفكرة، وكان هو البحث، وكان هو الأمر الذي كنت منشغلا به. أتيت إلى لندن في آب 2006 للبحث عن أبو طبيخ عند أبنائه، وقيل لي أن جميل أبو طبيخ هناك ولديه مذكرات أبو طبيخ إلى آخره. فأتيت لجميل أبو طبيخ، أعطاني الرجل الكثير، وبدأت أبحث في مرحلة الثورة، ثم بعد أن وكتبت في الحقيقة الكثير، حتى أن البحث أولا كان كتابا عن محسن أبو طبيخ، ولكنني في منتصف الطريق اكتشفت بأنني لم أخدم محسن أبو طبيخ ولا غير محسن أبو طبيخ. أنت تكلمت عن محسن أبو طبيخ ككتاب بايوغرافي، كتاب سيرة ذاتية عادي. محسن أبو طبيخ كان مهتما بموضوع وقضية أكبر من محسن أبو طبيخ، وأيضا كانت اعتراضات محسن أبو طبيخ وهموم محسن أبو طبيخ أكثر من تأريخه هو، وإنما كانت حول تأريخ ثورة العشرين الذي تعرض إلى تشويهات كثيرة، أو ربما حتى أكثر من ذلك. فلذلك قررت أن أتكلم عن ثورة العشرين بشكل أوسع وأشمل، معنى ذلك أن أعيد البحث مرة أخرى، وأن أحتفظ بما لدي عن محسن أبو طبيخ، وأحاول أن أوظفه بطريقة أو بأخرى في الكتاب ليكون كذلك. طبعا هذه عملية مضنية، واكتشفت أنها مؤلمة، لأنني حينما حاولت أن أنهي أو أنجز الكتاب اضطررت إلى أن أحدث 30,000 كلمة من مخطوطة هي في الأصل 70,000 كلمة، أو فيها 70,000 كلمة، وأيضا أن أضيف 20,000 كلمة لجعل هذا الموضوع يتلائم مع ما أريد. فالكتاب تقريبا قلب رأسا على عقب، والمشروع قلب رأسا على عقب، والعملية من البداية من الفكرة إلى النشر أخذت 6 سنوات، ليس يوما أو اثنين، أكثرها أو أغلب هذه المدة كانت في البحث والتنقيب ومحاولة التنسيق بين الروايات والحكايات الأخرى وتحليل الوثائق إلى آخره. طيب، ما هو موضوع الكتاب؟ ليس هدفي لم يكن تقديم سرد جديد لثورة العشرين. أحداث ثورة العشرين معروفة، لا يهمني ما حدث وكيف حدث. نعم هنالك فصل في الكتاب عن ثورة العشرين وما حدث فيها على مسرح العمليات ثورة العشرين، الحكايات، شخصيات وشخوص ثورة العشرين، ما فعلوا ما لم يفعلوا إلى آخره موجود، ولكن الأهمية في الكتاب ورسالة الكتاب هي إثارة أسئلة عن أمور أبعد من ثورة العشرين وأعمق من ثورة العشرين. أسئلة عن تاريخ العراق، كيف نكتب تاريخ العراق،
رخت الأحداث في العراق. من كتب التاريخ وكيف كتب ولماذا كتب ولماذا حصلنا على هذا النوع من التاريخ أو هذه الأنواع من التواريخ ولم نحصل على شيء آخر؟ وهو ليس أمرا فريدا للعراق، في كل بلد حينما تقرأ تاريخ البلدان تجد أن هنالك أنواعا من التواريخ التي كتبت: التاريخ الرسمي، التاريخ المقبول، التاريخ الذي لا يتفق معه، التاريخ حتى المنبوذ أحيانا، وهذا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هاورد زين وآخرون لا يمكن أن حتى أن تدرس هذه التواريخ في الولايات المتحدة في مدارسها رغم الإلحاح من جهات عديدة. إذن أنا لست مختلفا عن الآخرين. ماذا يهمني هنا؟ يهمني أولا أن أنظر إلى ثورة العشرين كحدث تاريخي وكظاهرة تاريخية أو ظاهرة تأرخة، ولأوضح لكم ما أتكلم عنه بشكل مبسط لرؤيتي كيفية كتابة تاريخ ثورة العشرين. أرى أن ثورة العشرين كتبت أولا بسرد معين اعتمد على مصدرين أساسيين. المصدر الأول هو المصادر الإنجليزية أو الموجودة باللغة الإنجليزية، كتابات البريطانيين الذين ساهموا في احتلال العراق وإدارة العراق في تلك الفترة، وأيضا مذكرات الضباط ومذكرات المؤرخين البريطانيين الذين تعاملوا مع ثورة العشرين. هنالك أيضا تأريخ آخر مقابل، هو تأريخ الحكومات العراقية المتعاقبة لثورة العشرين، وهذا هو المهم. إذن لدينا تواريخ من جهة وتأريخ من جهة أخرى. التأريخ الإنجليزي معروف، التأريخ البريطاني للثورة، العراقيون لم يكونوا على بعد كاف من النظر ليتفهموا وليقيموا ويقدروا المنافع التي كانت ستأتيهم من الاحتلال البريطاني. هؤلاء قوم كانوا يحبون الفوضى، كانوا يحبون السلب والنهب، كره الحكومة كحكومة كما يقول آيرلند أحد المؤرخين البريطانيين في بدايات القرن العشرين، ولذلك ثاروا عليها. كذلك هنالك التواريخ الأخرى التي كانت يعني نادرا ما تجد أو لا تجد أساسا بريطانيا يتهم البريطانيين أو يلقي عليهم تبعة بأنهم كانوا هم المتسببين بهذه أو كانوا المتسببين بهذه الثورة أو هذه الانتفاضة. وإن حدثت وجدنا أن التبريرات دائما تعود إلى لترمى في أحضان العراقيين. الحكومات العراقية بالمقابل أعطتنا روايات كثيرة وسرود كثيرة، وكل رواية تنسخ ما قبلها. الحكومة الملكية الأولى التي أخذت، طبعا كل هذه الروايات كانت تكتب بدافع مصلحة معينة، هي أن تكون ثورة العشرين مصدرا لشرعية من يتولى الحكم، لأنها ثورة اتفق بعد أن كملت وبعد أن تأسست الدولة أنها ثورة مهمة لتأسيس الدولة العراقية، ولذلك كانت كل الأطراف تحاول أن تكون جزءا من هذه الثورة. حتى الذين لم يشتركوا في الثورة حاولوا أن يلفقوا لهم أدوارا أو لأنفسهم أدوارا في هذه الثورة. الذين أدانوا الثورة وحاولوا أن ينتقدوا الثورة والثوار أيضا وجدوا طرقا معينة ليوضحوا أننا كنا مع الثورة. الذين لم يكونوا في العراق أثناء الثورة أصبحوا حسب رواياتهم هم الذين أوحوا إلى العراقيين بالثورة، وهذه هي الرواية التي سادت الحقبة الملكية، أن الضباط الذين أتوا مع فيصل كانوا هم الذين أوحوا إلى العراقيين، والعراقيون لم يكونوا على قدر من المعرفة والوعي لأن يثوروا ويتكلموا عن الوطنية، كانوا قبائل وعشائر إلى آخره، وإنما نحن الذين كان لدينا الوعي وكنا نعمل في سوريا وفي أماكن أخرى للثورة. بهذا السرد
برروا استحواذهم على جميع الوظائف في المملكة العراقية، الوظائف العسكرية والمدنية. حينما جاء هذا الكلام منذ بداية الملكية وحتى سقوطها، حينما جاء الثوار في عام 1958 وجدنا أن تأريخ آخر كتب تأريخا جمهوريا لثورة العشرين لتتلاءم مع اللغة الجمهورية. كانت ثورة 58 ثورة على الملكية وثورة على الضباط الذين استحوذوا على الوظائف، كما هو معلوم من المعلومات التي يعطيها أو الجداول التي يعطيها بطاطو وغير بطاطو عن من كانوا الذين تقاسموا كعكة السياسة في العراق. هؤلاء أرجعوا إلى أو حجموا إلى مكانتهم الحقيقية، أنهم كانوا ضباطا عثمانيين انقلبوا إلى الإنجليز، ثم انقلبوا ضد الإنجليز، ثم عادوا إلى الحكومة التي جاء بها الإنجليز، فكانوا مع التيار، أينما ذهب التيار انحنوا له أو ساروا معه. ولكن الغريب أن الفرصة التي حدثت بتغيير السرد عن ثورة العشرين وإعادة الاعتبار للثوار لم تغتنى. لماذا؟ لأن الجانب الآخر من أيديولوجية ثورة 1958 كانت في الحقيقة هي أيضا ثورة ضد الإقطاع والإقطاعية والأولئك الذين يستغلون الفلاح وإعادة توزيع الأراضي. فلم يكن من الممكن أن يقال عن هؤلاء بأنهم الآباء المؤسسون للعراق وتأخذ أراضيهم. الحقيقة أن الحكومة أخذت أراضي هؤلاء، وكل قادة الثورة كانوا ملاكا. محسن أبو طبيخ كان يملك غماس كمدينة كلها باسمه، هو بنى الجامع والمدرسة ومركز الشرطة والدولة أعطته موظفين، وكان يملك مدينة أخرى شمال السماء وكانت تدعى طابو أبو طبيخ باسم الرجل، حتى محطة القطار تسمى محطة طابو أبو طبيخ وغير ذلك. الكثيرون، عبد الواحد السكر الشخص الآخر، ما كانوا يسمون بالفرسان الثلاثة، علوان الياسري وعبد الواحد السكر ومحسن أبو طبيخ، كانوا ملاكا، كانوا رؤساء قبائل أو حتى رؤساء تحالفات عشائرية، أخذت أراضيهم. الحقيقة محسن أبو طبيخ مات مفلسا في أيام عبد الكريم قاسم، بعد أن حتى الدولة حينما أعطته بعض الأرض وصادرت البقية باع هذه الأرض التي احتفظ بها أهله أو أعطيت له ليحتفظ بها، ودفع ديونه من لشراء المكائن وما كان عليه إلى آخره، وأصبح مفلسا ومات بلا شيء، وغيره كثيرون. انتهت هذه المرحلة بعد 5 سنوات أو ما يقارب ذلك، رأينا مرة أخرى حكومة جديدة ومحاولة جديدة لانحراف ثورة العشرين إلى فئة جديدة. هذه المرة لم تنقل من مجموعة إلى مجموعة أو من مهنة إلى مهنة أو من الريف إلى المدينة، وإنما نقلت جغرافيا. الثورة أصبحت الفلوجة أبو غريب وعشائر زوبع وهذه الأماكن التي ثارت لأيام، ثارت في وقت متأخر، ثارت لمسألة لا علاقة لها بالثورة، مسألة ضاري وشيخ ضاري، وتكلم كثير عن شيخ ضاري. لماذا يأتي شيخ ضاري ويوضع هنا على منصة أكبر من حجمه ويعطى وهو رجل لم يذكر كثيرا قبل ذلك؟ نكتشف بأن شيخ ضاري كان خال عبد السلام عارف وعبد الكريم وعبد الرحمن عارف، أخو أم الرئيسين، ولذلك نجد أن كتابا بائسا يكتبه كاتبان مهمان، الحجية والعلوتي، عبد الحميد العلوتي وعزيز الحجية، كتاب مهم بعنوان 3 أسطر، الشيخ ضاري، شيخ عشيرة زوبع، وقاتل ليتشمان، الضابط البريطاني ليتشمان إلى آخره. الكتاب فرصة ضائعة جدا لكتابة مهمة عن ثورة العشرين. نجد أن الكتاب فيه 2 أو 3 صفحات عن شيخ ضاري، والبقية نص كامل لمحاكمة شيخ ضاري التي قال فيها شيخ ضاري أنه لم يثر لأي علاقة مع الثورة. محاموه أسسوا دفاعهم على أن الشيخ ضاري كان صديقا للإنجليز، وإنما المسألة هي مسألة شخصية كانت ثأرا لشرفه العشائري إلى آخره، لحديث النغول.
إذن هذه الفترة وجدنا أن منطقة الفرات الأوسط أخذ منها أو أخذت منها الثورة ونقلت إلى أماكن أخرى، حتى أن الحكومات أصبحت تبدل أسماء المدن التي ارتبطت بمعارك مهمة، معركة الرارنجية مثلا وهي أهم معركة في ثورة العشرين. حينما تنظر إلى خارطة العراق لا تجد مدينة اسمها الرارنجية، تجد مدينة اسمها الرستمية، نعم، في فترة ما يعني أخيرا، لدرجة أن طالبا عراقيا المولد وعراقيا الهوى كتب أطروحة هنا في بريطانيا حينما ذكر الرارنجية، انتقد أو وجه لوما إلى فوستر وهو الكاتب البريطاني عن قوله بأن الرارنجية هي منطقة بين الحلة والنجف، وقال كيف فعل هذا الرجل سامح الله، هي الرارنجية منطقة في السماوي. طيب إذن البريطاني وضع المدينة على مكانها أو في مكانها الصحيح، والعراقي لا يعرف. هذه تعطينا شيئا مهما، هو أن أجيالا من العراقيين ولدوا وعاشوا وماتوا وسيولدون لا يعرفون أين هذه المدن وما ورمزية المدينة مع اسم المعركة مهمة جدا. نحن في أمريكا مثلا حينما نذهب ونقول معركة يوركتاون، هناك مدينة اسمها يوركتاون، معركة كل اسم مدينة جيتيسبرغ، أكو جيتيسبرغ موجود، لكن حينما تغير اسم المدينة وتعطيه شيئا آخر، وهذه ليست مدينة واحدة، أنا أعطي لستة كاملة من الأسماء، الحمزة أصبحت المدحتية وليس لا توجد هناك المدينة اسمها السوير وغيرها، مدينة واحدة ربما أنا أتفق مع تسميتها هي الشامية، كانت تدعى أم البعرور، فيعني تغيير لهذه المدينة لا بأس، ولكن المدن الأخرى أسماء جميلة حولت إلى أسماء غير جميلة لسبب بسيط. وطبعا هذه يعني التسميات هي ليست للتحديث، أنا هدفي ليس الحديث عن الشامية بهذا، ولكن أقول أن بعض المدن كانت تسمى لأشياء، لأن الإبل كانت تأتي فكان الناس يسمون أيام الحصاد، فكان هناك نوع من الليتر الموجود فضلات الإبل وغيرها، فكانوا يسمون المدينة بهذا، المدينة تمشي على هذه فضلات الإبل فسميت بهذا الاسم. نعم هذا اسم لا تريد أن تحتفظ به، ولكن الإنجليز حينما تقرأ رسائلهم إلى أهلهم في هنا في أوكسفورد وفي أماكن أخرى يذيل التوقيع كابتن مان أم البعرور، لا بأس. أو حينما هو افترض أنه لا يريد أن يعني من حسن حظه قال أنه لا توجد صحيفة هنا، فيقول it is my good luck that there is no أم البعرور observer that I am going to. لو كانت صحيفة إذن كان يجب أن تسمى أم البعرور observer، لذلك ما كذا. فهذا لكن المدن الأخرى، الحمزة لماذا المتحتية، المدن الأخرى المشخاب إلى آخره، كلها غيرت أسماء هذه المدن لفصلها عن تاريخ ثورة العشرين وعن تاريخ هذه المعارك التي حدثت. طيب إذن نقل جغرافي، نقل تاريخي، محو للخريطة، تغيير للخريطة، محو لذاكرة تامة للمجتمع حتى يتناسب ويتماشى هذا الأمر مع السرد الجديد. الأمر الآخر الذي حدث في بعد ذلك هو أن النظام البعثي مشى على نفس الخط بل زاد في ذلك، ولذلك نجد مثلا من أهم الأشياء التي أذكرها أنا في الكتاب مسألة الفيلم الذي أنتجه النظام صدامي. هنا نظام لا وجود للسينما في عهده، لا ينفق على السينما إلى آخره، يأتي إلى محمد شكري جميل مثلا مخرج رائع يقول له خذ هذا المبلغ ائتني بممثلين أجانب، جاء أوليفر ريد، جاءت هيلين راين، جاء آخرون، ولكن نجد أن هذا الفيلم كان خيبة أمل كبرى في هذه المسألة، تزوير كامل للحقائق، حتى أن محمد مهدي البصير وهو خطيب الثورة يقضي وقته في الفيلم صامتا، حينما يكون الخطيب صامتا هنالك رمزية في الأمر. حتى اختيار البطل للفيلم من بين جميع ممثلي العراق المعروفين والمشاهير وذوي الإمكانية والقدرة، يختار غازي التكريتي مثلا بطل الفيلم، وكأن المصادرة في الحياة أصبحت أيضا مصادرة في الفن.
فيجب ان يرمز الى الثوره والى غيرها. تجد ان هذه الرمزيه موجوده. ايضا وجدنا ان الامر ليس كله ذنبا لمحمد شبري جميل. في مقابله متاخره قبل سنتين او ثلاث وجدنا ان يوسف العاني الذي مثل دور محمد مهدي البصير يقول انا اساسا في الفيلم كان لي دور وكنت اتكلم، ولكن هذه المشاهد حذفت بعد ان رجع الفيلم، فكان الفيلم دون نشر بدون هذه المشاهد واصبح البصير صامتا. اذا هذه مساله مهمه في عمليه استعمال الذاكره وتغيير التاريخ والسرد التاريخي. الامر الاخر هو اننا نجد ان الثوره العشرين حتى بعد النظام الصدامي وحتى بعد 2003 هنالك نوع من الملاحق لثورة العشرين، وهذا فصل طويل عنوانه في الكتاب عنوانه ثورة العشرين في التاريخ، الكتاب بالإنجليزية فأنا أترجم هذه العناوين. ثورة العشرين في التاريخ، نجد أن ثورة العشرين أصبحت رمزا من الرموز في العهد الجديد. مثلا خروج القوات الأمريكية الأساسية و إعادة السلطة إلى العراقيين كانت يجب أن تكون يوم 30/6، وهو اليوم الذي بدأت فيه الثورة العشرين. وحينما قرر الأمريكان لأسباب أمنية تسليم السلطة يومين قبل ذلك، أصبحت المسألة تغييرا ليس فقط على الإرهابيين ولكن أيضا للذين حاولوا أن يربطوا هذا الحدث، ولكنهم استدركوا ذلك بعد. فحينما خرج الأمريكان نهائيا أو وقعوا الخروج كان أيضا يوم 30/6، وهو ليس أمرا بالمصادفة، بدليل أن السيد رئيس الوزراء نور الملك تكلم في خطابه للعراق وذكر ثورة العشرين وأن تلك كانت تحرير وأن هذا اليوم هو تحرير. الذين كانوا ضد السلطة لم ينسوا ثورة العشرين أيضا، وكما نعلم بأن أسوأ استخدام لثورة العشرين في التاريخ العراقي هو أن يطلق اسم ثورة العشرين على مجموعة إرهابية كتائب ثورة العشرين، وأن تكون تقتل العراقيين باسم ثورة العشرين، وأن تحاول أن تشرع القتل والإرهاب باسم ثورة العشرين. إذن المسألة موجودة في النجف. نجد أن ثورة العشرين لم تسلم. أنا أتكلم عن مسألة وهذه ربما ستغضب بعض الناس، ولكن على الأقل طالما تكلمت عن لا أتكلم عن مدينتي أيضا، نجد أن تمثال ثورة العشرين، نصف ثورة العشرين الذي لم يكتمل بالمناسبة، بنوه مكان تمثال لعبد الكريم قاسم ولم يكتمل لأسباب سياسية يطول شرحها. ثم نجد أن التمثال أصبح قد هدم وصار هنالك طريق سريع لمكان النصب، وحينما ذهبت إلى النجف الحقيقة وجدت أن المكان حتى النصب الطريق السريع لم يكتمل وحذف التمثال ولا يوجد هنالك تمثال. متحف ثورة العشرين في العراق، نجد أنه المكان وما حول المكان أخذ إلى جهة سياسية معينة وضعت فيه نصبا آخر أو رمزا آخر، وذهبت ثورة العشرين وتمثال ثورة العشرين هباء. أنا متأكد بأننا حين نعود ونضع تمثالا لثورة العشرين أو نصبا لثورة العشرين سيكون هناك نزاع بين العشائر ورجال الدين، هل أنها ثورة دينية قادها المتدينون أم هي ثورة عشائر، وهناك حديث عن هذا. إذن نحن لدينا صراع كبير داخل الوضع العراقي عن ثورة العشرين ورمزية ثورة العشرين وملكية ثورة العشرين ومن يملك تأريخ ثورة العشرين ومن يملك أحداث ثورة العشرين. هذه مسألة مهمة جدا لي أنا كباحث على الأقل. المسألة الأخرى التي أحاول أن أتصدى لها في هذا الكتاب وفي هذا المشروع البحثي هي مسألة ثورة العشرين في الذاكرة العراقية وذاكرة المؤرخين العراقيين. كيف كتب المؤرخون العراقيون ثورة العشرين؟ وهذه مأساة أخرى للأسف. ثورة العشرين لم يكتب الثوار عن ثورة العشرين الكثير. محمد مهدي البصير كان أقرب الذين كتبوا عن ثورة العشرين، كتاب تاريخ القضية العراقية وهو كتاب بعد 4 سنوات من الثورة، وبقيت الأحداث حتى جاء كتاب فريق مزهر الفرعون في الخمسينات 52 أو كذا،
فريق مزهر الفرعون هو شيخ عشيرة، رجل يعني من آل فتلة. كتاب فريق مزهر الفرعون كتاب مهم، فيه الكثير من المعلومات، ولكنه كتاب خطر جدا لمن لا يعرف الكثير عن الثورة. كتاب فيه حقائق بقدر ما فيه من تلفيق ومشاكل كثيرة. لا، كتبه بنفس وبرغبة وبعقلية شيخ العشيرة أكثر من تأريخ أو كتابة المؤرخ. لذلك حينما عرض الكتاب على محسن أبو طبيخ قائد الثورة، قال هذا الكتاب هو الكتاب اسمه الحقائق الناصعة، قال يجب أن يسمى الحقائق الضائعة، لأنه يعني شوه هذه الثورة. نجد أن فريق مزهر الفرعون يأتي إلى العشائر، كل عشيرة كانت لديها مشكلة مع آل فتلة على أرض أو ماء أو على شيء آخر يجعلهم عملاء للبريطانيين، وكل عشيرة لها علاقة مع آل فتلة يكيل لهم. حتى في آل فتلة وهي عشيرة انقسمت إلى أكثر من قسم في الثورة، عبد الواحد آل سكر مهم جدا من جماعة آل فتلة في أبو صخير وفي منطقة المحاذية للنجف والديوانية، وهنالك كانت آل فتلة في الهندية، وكنا فموجود أيضا فريق مزهر الفرعون هو ابن مزهر الفرعون الذي كان عما لعبد الواحد آل سكر. نعم، عبد الواحد كان قائد الثورة أو أحد ثلاثة قواد للثورة، ولكن نجد أن آل فرعون لم يكونوا بهذه الأهمية في الثورة، ولكنه جير الكثير لهم. الفضيلة الكبرى لفريق مزهر الفرعون وكتاب فريق مزهر الفرعون أنها حثت الكثيرين ممن لم يزالوا على قيد الحياة على كتابة مذكراتهم ردا على فريق مزهر الفرعون، أي أن هذا الصمت كسر بهذا الكتاب، فيشكر كثيرا يعني هذا الرجل لأنه أثار الآخرين للكتابة. كتب علي البازرقان مثلا وهو بغدادي، كان قد خرج من بغداد وعاش في أيام الثورة في كربلاء وفي مناطق الثورة، وهو كان من الوطنيين. كتب مذكراته عن ثورة العشرين ردا على فريق مزهر الفرعون. للأسف نجد أن الكتاب فيه نفسا طائفيا واضحا، فيه نفسا مناطقيا واضحا، انتصارا لبغداد وتقليلا من أهمية الفرات الأوسط إلى درجة الإهانة والشتم والبذاءة في بعض الأحيان. وأيضا الأسوأ من هذا هو أن الكتاب أعيد طبعه بإشراف ابنه، والكتاب جاء بصفحة كاملة إهداء إلى صدام حسين، وبعد ذلك الكتاب فيه هوامش كثيرة هي بالضبط نسخة مما كان يكتبه البعثيين والشيعة وغير ذلك. فكان كتابا طائفيا مقيتا، ليس فقط على الشيعة، ولكن هنالك شتم لليهود وهناك شتم لكل من في العراق باستثناء مجموعة معينة. فهذا كتاب أيضا نعم رد كثيرا على مشاكل في كتاب الفرعون، ولكنه خلق مشاكل أخرى من جانبه، كان هنالك نوع آخر من التزوير بطريقة آخر. الشخص الآخر الذي رد كان تحت اسم فراتي، وهو في الحقيقة الخليلي، جعفر الخليلي، وكان كتابا جميلا فيه الكثير من الصحافة والمشاكسة، حتى أنه مثلا حينما أتى إلى مسألة إعطاء فريق مزهر الفرعون الكثير من الفضل لأبيه رغم أنه لم يكن ممن عارض البريطانيين، كان سؤاله للفريق: ألم تسمع الهوسة القائلة، تخاطب عبد الواحد آل سكر، عن عمه: يا وحيد عمك نصراني. يعني كان من ممالئته للإنجليز الكثير، كانوا يعتقدون بأنه كان منهم إلى هذه الدرجة. فأشياء كثيرة من هذه المشاكسات. عبد الشهيد الياسري كتب كتابا جميلا ومهما، أيضا كان مدفوعا بنوع من الغضب، لأن كان هناك كلام عن أن نور الياسري كان مدير بلدية في النجف، مما يجعله مرؤوسا لأبي طبيخ الذي كان رئيس حكومة الثورة في كربلاء. قال لا يمكن، لأن نور الياسري كان يعتبر مساويا لأبي طبيخ إن لم يكن
أعظم من محسن أو طريق. ونور الياسري مهم جدا في وقته كشخص وكسيد وإلى آخره. أيضا فكان مهتما من هذا الجانب وأبرز دور آل ياسر إلى آخره. هنالك كتب أخرى كتبت أيضا عن الثورة في هذه المرحلة. فمرحلة الخمسينات كانت مرحلة مليئة بالمذكرات والوثائق التي كانت موجودة، ولكن الكثير أيضا بقي كذلك. نجد أن بعض الكتابات لم تظهر حتى محسن أبو طبيح كتب مذكراته قبل أن يموت في الستينات، ونشرت في يعني عام 2000 أعتقد و 2002 أو كذا. كتب كثيرة من المذكرات الثوار نشرت بعد التغيير، بعد 2003 وجدنا مجموعة كثيرة من الكتب التي نشرت. إذن هذه مسألة مهمة. المشكلة هذه الأحداث هي أنها كانت أيضا، أو هذه المذكرات وهذه الكتابات كانت أيضا لديها أجندة خاصة، أحيانا قد تكون عشائرية أو قد تكون شخصية أو قد تكون، ولكن المشكلة الأكبر فيها في رأيي أو الكبرى هي أنها لم تكتب ككتب من مؤرخين كتبها مؤرخون محترفون يعرفون قيمة التاريخ وقيمة الوثيقة وكيف يحاكم التاريخ وكيف يكون السياق إلى آخره. كانت عاطفية كثيرا، كانت فيها أشياء عشوائية بشكل أحيانا كبير إلى آخره. الجانب الآخر في تاريخ ثورة العشرين، وهو ما دفعني لأن أكتب كتاباً عن ثورة العشرين، هو أنه ليس لدينا كتاب عن ثورة العشرين باللغة الإنجليزية مطبوع يتكلم عن ثورة العشرين بهذا العمق وبهذا التحليل التاريخي، لا شيء على الإطلاق. وهذا غريب، حين كان بالبداية كنت أحاول أن أجد لماذا هذا الأمر. ثورة العشرين هي ما يعني كتب عنها أنها ثورة الاستقلال العراقي، War of Independence for Iraqis بهذا المعنى. حينما تذهب إلى أي بلد ثورة الاستقلال تكون هي الشيء الذي يفهم من خلاله الدولة الجديدة والدولة المستقلة. لماذا لم يوجد من بين الذين كتبوا بالإنجليزية؟ هنالك كتاب لغسان العطية مثلا، ولكنه ليس عن ثورة العشرين، هو كتاب عن العراق في بدايات القرن العشرين والثورة كانت فصلا فيه. هنالك أطروحة مثلا كتبتها جوديث يافي، وهي أستاذة صديقة وأعرفها، كتبتها في السبعينات في شيكاغو أو في إلينوي في شامبين. وكتب أيضا نظمي أيضا كتب كتابا أيضا عن ليس عن الثورة ولكن تحليلا لهذا الكتاب. الكتاب أيضا مشكلة فيه، هو أولا في أطروحة دكتوراه هنا في المملكة المتحدة لم يحاول أن يعني كما هو الحال مع الأطروحات، الخريج يذهب وينفق وقتا آخر كأستاذ وكمؤرخ ليغير الكثير ويحول الكتاب من أطروحة أو إلى كتاب، وهو أمر معقد جدا. أحيانا أسهل أن يكتب كتاب جديد بدل تحويل الأطروحة. أنا أيضا مذنب من هذا الجانب، أطروحتي ما زالت أطروحة وأكتب كتب أخرى، فهذا أمر لذي مشاكله وتعقيداته، لأنك حينما تكتب أطروحة تكتبها لأربعة أشخاص الذين سيوقعون عليها ويوافقون، ولكن حينما تكتب الكتاب يجب أن تكتب الكتاب للآلاف قرب من الملايين، فلهذا يجب أن تكون مختلفا في الأسلوب وفي كل شيء. لكنه كتب الكتاب باللغة العربية ونشره في مركز دراسات الوحدة العربية، وهو مركز معروف بنفسه القومي العربي، ولذلك نجد أن هنالك فرقا بين الأطروحة وبين الكتاب بالمغزى العام. وأيضا كانت هنالك فرصة ضائعة، وإن كان الرجل كاتبا ممتازا أستاذا يشار إليه، كذلك غسان العطية وكذلك جوديث يافي. إذن لا يوجد بقية الذين كتبوا، تشارلز تريب هنا في المملكة المتحدة، في ديمار في الولايات المتحدة، آخرون الذين كتبوا ما يسمى تاريخ العراق الحديث، لم نجد. سأتكلم طبعا عن علي الوردي الذي أفرد الجزء الخامس أو المجلد الخامس لثورة العشرين في اللمحان، ولكن لم يكتبوا عن ثورة العشرين أكثر من صفحة أو صفحتين. هنا سألت لماذا؟
حينما تبدأ تاريخ العراق الحديث ولا تكتب عن ثورة العشرين. هذه مسألة لها علاقة بالأيديولوجيا التي ينظر من خلالها إلى العراق. نحن العراقيين نحاول أن نتكلم عن العراق ونتحدث عن تاريخ طويل. الحقيقة هذا كان واحدا من البحوث التي اضطررت إلى أن أجيب أحد المقيمين للكتاب، قال كيف تتكلم عن العراق حينما تسرد أحداثا قبل 1921؟ العراق بدأ بعد هذه الفترة. فقررت أن أكتب ما يقارب 10 صفحات، رجعت إلى خطب الحجاج وإلى كلام علي بن أبي طالب عليه السلام وإلى أشياء أخرى عن العراق وأهل العراق وياقوت الحموي وإلى آخره، إلى دستور أو منهاج جمعية العهد وجمعية حرس الاستقلال، لأريد بأن العراق كان عراقاً وأن العراقيين لم يكونوا يستخدموا كلمات أو مصطلحات كبلاد ما بين النهرين. فهذه مسألة مهمة جدا كانت بالنسبة لي. إذن المؤرخون الذين كتبوا باللغة الإنجليزية كانوا يهتمون بمسألة الحيثيات الأم، عصبة الأمم وتاريخ العراق الرسمي هو أنه بلد بدأ كبلد بعد الوصايا التي أعطيت إلى البريطانيين، وبعد استقلاله أصبح العراق رسمياً عام 1932. إذن هذه مسألة مهمة بالنسبة لهم. فبما أن تاريخ العراق بدأ عام 1921، إذن كل ما هو قبل 1920 هو مجرد هامش فوت نوت، يكون خلفية معينة نكتب عنها سطراً أو سطرين أو ثلاثة. وهذه في الحقيقة مشكلة في الكتب التي تعاملت مع تاريخ العراق باللغة الإنجليزية، حتى أنني يعني بدأت صراعا مريرا مع أصدقائي في حقل الدراسات العراقية، كيف يمكن أن يتقبلوا كتابا يعيد تاريخ العراق أو يزحزحه من 1921 إلى ما قبل ذلك التاريخ، لأن هذه مسألة مهمة جدا. إذن هذه المسألة التاريخية التي نتكلم عنها هنا. البعد الآخر قبل أن أختم، هنالك طبعا هو كتاب وهناك الكثير عن ثورة العشرين، هي مسألة سأتركه طبعا إلى الأسئلة والأجوبة، سيكون لدينا الكثير من هذا المجال. المسألة الأخرى هي مسألة النظرة إلى تاريخ العراق وطبيعة صراع أو الصراع الذي خلق لنا الهوية العراقية. لماذا ثورة العشرين ثورة مهمة جدا وماذا تعني لنا؟ أنا كتبت مثلا في أحد المناسبات، كان هنالك عددا خاصا من مجلة الدراسات العراقية المعاصرة International Journal of Contemporary Iraqi Studies التي يصدرها مجموعة من الأساتذة المختصين أو المعنيين بشؤون العراق. طلب مني عن هذا العدد، كان عنوان هو Sectarianism in Iraq، المسائل الصراع الذي له علاقة بالطوائف والإثنيات إلى آخره. فطلب مني أن أكتب عن مسألة من المحرر كان إريك ديفيس، وهو طبعاً أحد أفضل الذين كتبوا عن الذاكرة العراقية، كتابه عن بيركلي كتاب مهم جداً ترجمه حاتم عبد الهادي إلى العربية، عنوانه Memories of State، ذكريات أو مذكرات دولة، كتاب رائع في الحقيقة. وهو أيضاً من الكتاب الجيدين الذين حللوا ثورة العشرين في الذاكرة العراقية وإن كان بصفحات قليلة جداً. طلب مني أن أكتب لأنه كان على اطلاع بحكم صداقتنا على اطلاع على الكثير من كتابي، قال أريد منك أن تكتب عن مسألة تقارب العراقيين الشيعة والسنة قبل ثورة العشرين، كيف تعاونوا وأقاموا التعزية في المجالس في الجوامع السنية وأقاموا الموالد النبوية في هذا، وما الذي حدث، كيف هذا؟ فكتبت من خلال بحثي، قلت له أنا لدي الكثير ممكن أن أخذ ملاحظاتي إلى آخره وأحولها، وكتبت مسألة مهمة. هذه مسألة معقدة جدا، نجد أن الكثير من المؤرخين العراقيين خاصة يبتعد أو يهرب منها.
يفسر مسألة الصراع في العراق هي مسألة أخرى. مثلا علي الوردي يتكلم عن البداوة والحضارة، وهذا هذه الديالكتيك هذا الموجود هو الذي ولد لنا الهوية العراقية والشكل الدولة العراقية وشكل العلاقات الاجتماعية والمجتمعية في العراق. هناك من ينظر إليها أو يبتعد عنها فلا يذكرها تماما، يحيل الأمر إلى مثلا لدينا فالح عبد الجبار الذي لديه دراسات اجتماعية مهمة عن العراق، له لديه رأي خاص في ذلك. أو هناك من ينظر إليها بصيغة إلغائية بحيث لا تجد أي شيء عن بعض المجاميع في العراق، الشيعة أو السنة إلى آخره. في مؤخرا أحد الأصدقاء الذين كتبوا بحثا عن طرق تأريخ العراق وتأرخة العراق كتبه قبل فترة بسيطة جدا وسينشر قريبا، فلاح رحيم هو في كندا الآن، وصف روحتي في كتابة التأريخ العراقي. يقول هي حبكة دفن الأخ، بمعنى أن التأريخ العراقي هو هذه العملية، أن يدفن الأخ معنويا. أولا ما حدث بعد ثورة العشرين نجد أن هنالك تعاونا كبيرا ضمن الثورة، ولكنه بعد انتهاء الثورة وتشكيل الدولة دفن الشيعة معنويا في من بأدوارهم من الدولة العراقية، وأخذت أو وضعوا في دور معين في البداية وألغي تماما بعد ذلك. هنالك أيضا هذا الدفن المعنوي انتهى به المطاف بعد فترات من الاستحواذية وإلى مرورا بالعسكرية إلى الدكتاتورية المطلقة، أصبح الدفن دفنا حقيقيا ماديا ممثلا بالمقابر الجماعية التي نعرفها اليوم ونكتشف منها الكثير. أمس اكتشفت واحدة جديدة. إذن هذه حبكة دفن الأخ هذه التي سيطرت على مفهوم بناء الدولة، وهذا طبعا دفن الأخ، أنا لا أتكلم عن طائفة ضد طائفة أخرى، الخوف هو أن يكون الأخ المدفون الآن هو الأخ الدافن قبل فترة، وهذه أيضا بحجم الكارثة التي أدى بها الدفن الأول إذا كانت لدينا. نعم علينا أن نتجاوز من حبكة دفن الأخ هذه التي وصفها فلاح رحيم استقراء لأسلوبي في كتابة تاريخ العراق. إذن هذه مسألة مهمة جدا، أن الصراع هو ليس فقط بدويا حضريا، وهو ليس فقط صراع تحكمه نظريات وحتميات اجتماعية نجدها في كل المجتمعات، وإنما هذه المسألة التي نهرب منها هروبنا من الأسد مسألة الطائفية يجب أن نواجهها حتى نعترف بها ونبني ونؤسس على أساس أفضل مما أسسنا من قبل. فهذه مسألة مهمة جدا. الكتاب يتحدث عن أمور كثيرة خصوصا ما بعد الثورة، يتكلم عن مرحلة فيصل ومرحلة البناء الدولة، يتكلم عن الجيش العراقي وكيفية بنائه واستحواذه. هناك فصل كبير أسميه ما بعد الثورة، The Aftermath of the Revolution، هناك كلام عن هناك أيضا فصل مهم جدا، أستاذنا القشطيني موجود هنا سيعجب به ربما، هو فصل عن صحافة ثورة العشرين. لم يكتب الكثيرون عن صحافة ثورة العشرين بهذا العمق، وأنا كان لدي استغلال لهذا الفصل كمناسبة للحديث عن صحافة العراق حتى فترة العشرين، وكيف تطورت الصحافة، وكيف كانت صحيفة الفرات وصحيفة الاستقلال على قصر الفترة التي ظهرت كل منهما فيها والتقطع. هناك ثوار يكتبون في وسط القصف والثورة وإلى آخره، نجد أنهم كتبوا ببراعة في وقت كانت الصحافة تخلط الهندي بالعربي بالفارسي كما يتكلم عنها أنستاس ماري الكرملي مثلا، يقول لا أدري بأي لغة يكتبون، كتبوا باللغة النجفية التي نعرفها بهذا الصفاء الشبيبي، وكان في جريدة الفرات، تجد أنها رائعة جدا، وهي أيضا وثائق مهمة جدا عن الثورة، وهنالك مهنية جميلة كتبت عنها في فصل خاص. الشيء الأخير والذي سأترككم معه هو مسألة الرواية العراقية السياسية. نحن نعرف من التاريخ الرسمي هو أن
مؤسس العراق هو فيصل، وأن أول من ملك العراق أو من أدار العراق من غير المحتلين هو فيصل. في الكتاب محاولة لطرح سؤال، وهل يمكن أن يكون محسن أبو طبيخ مثلا هو أول رئيس للعراق، بدليل أن الثوار قد نصبوه رئيسا للعراق وأسسوا حكومة في كربلاء حضرها الشيعة والسنة، وكانت حكومة منصبة عراقيا بمباركة الجميع، ورفع فيها علم وتكلم فيها الناس عن مملكة. هنالك حديث مطول عن هذا، ليس للتقليل من فيصل، ولكن لأننا حتى نفهم محاولة فيصل ومحاولة محسن أبو طبيخ ومحاولات أخرى هي محاولات في تأسيس الدولة العراقية، وليس فقط هذه المحاولة أو محاولة عبد الرحمن النقيب الذي أسست له حكومة أخرى. السؤال هو سؤال في الشرعية، سؤال في التوقيت. محسن أبو طبيخ أسس حكومة مشابهة لحكومة النقيب، وأدارت باعتراف المؤرخين الذين عاصروها بأنها وفرت أمانا ونوعا من هامشا من الحرية أفضل مما وفرته الحكومات التي بعدها. إذن هل من حق محسن أبو طبيخ أن يقال عنه بأنه أول من أدار العراق من غير العرب أو من غير العراقيين؟ لأن الكتاب عنوانه ريكليمينج العراق، استعادة العراق ممن؟ استعادة العراق من حكم أجنبي دام منذ 1258 الاحتلال المغولي لبغداد وحتى فترة نهاية الاحتلال البريطاني. إذن هذه ثورة العشرين كانت محاولة لاستعادة العراق، ريكليم العراق من هذا الاحتلال الأجنبي الذي دام قرونا طويلة. سأتوقف هنا، وأتمنى أن يكون الحوار يعني كما تحبون، والأستاذ فوزي كريم هو الذي سيديره. شكرا على سعة صدرك وعلى تحملك لي، وشكرا لاستماعكم، وكل أذان صالية لأي ملاحظة. الدكتور عباس كامل على هذا البانوراما المختزلة. البانوراما عادة يمكن أيسر كثيرا من الاختزال، لأن الوقت لا يتسع حقيقة للموضوع التي تبدو لي واسعة جدا، لكن ممكن واحدنا يستعيد من عندها فكرة كيف يدير التاريخ، يعيد التاريخ نفسه في شأن الأحداث التاريخية أو الحقيقة التي تستلب وتمنح ألواناً وفق الموقف الإيديولوجي، طائفياً دينياً قولياً إلى آخره، أو نقطة إعادة تسمية المدن. يعني إحنا جيلنا حضر على مدينة الثورة، كنا شباب صغار جداً لما بنيت مدينة الثورة، وهربنا من العراق وهي مدينة صدام، والآن نطل عليها من الطائرة كمدينة الصدر، وما أعرف شو حصل بعد كم سنة. الحوار مفتوح طبعاً، وأكيد عندكم أشياء كثيرة. شوف الأخ فضل. طبعاً جزيل الشكر دكتور عباس كامل على هذا العرض. يا حبذا الاسم حتى أكون على أنت، طبعاً معروف لي جيداً، ولكن وأجاب الباحث في جامعة تكساس. جزيل الشكر للدكتور عباس كاظم على هذا العرض والمختصر ومن ساعة لكن هو عرض شامل. أنا حبيت بس أسأل بخصوص كتاب ولم يذكر لا ربما غاب عن ذهني، ولكن تقييمه لهذا الكتاب عبد الرزاق الحسني. نعم، كتاب مهم جدا واعتمد عليه كثيرا. ما هو تقييمه في هذا الكتاب؟ لأنه أرى أنه كان ربما من أفضل ما كتب عن ثورة العشرين، فما هو تقييمك لهذا؟ كتاب مهم. عبد الرزاق الحسني كما نعلم أنه أصبح موظفا بعد ذلك في الحكومة، وكان من أفضل من كتب تاريخ الوزارات العراقية الذي نعتمد عليه الآن. كتبه الأخرى مهمة جدا. عبد الرزاق الحسني كتابه الحقيقة كتاب سردي، ليس تاريخيا وليس فيه الكثير من التحليل. أهم ما فيه هو أنه حاول أن يجعل ثورة العشرين ثورة قومية عربية،
أكثر من كونها ثورة عربية. فرق بين الطبعة الأولى والطبعات. نعم هنالك طبعات كثيرة. صحيح، ولكن أنا لا أرى فيه أكثر من هو يشبه في نوع ما يشبه كتاب علي الوردي في عن ثورة العشرين. علي الوردي كتابه كان كتابا الحقيقة تجميعيا لكل ما كتب، وهو كتاب مهم جدا، لا يمكن لمن يحاول أن يدرس ثورة العشرين أن يتجاوز كتاب علي الوردي، ولكنه كتاب يجمع الغث والسمين، وفيه أخطاء أشرت إليها في كتابي اعتمد على، رغم أنه رأى المخطوطات التي نقل عنها ولكنه لم ينقل عنها بصورة صحيحة. ولكن أظن أن هذه كلها طبعا أنا ذكرت في الأكنولجمنت في صفحة الشكر في الكتاب أنني شكرت كل من كتبوا قبلي عن هذا، لولاهم لما وصل إلي الكثير من هذه الأمور. الحسني مهم جدا، كان معاصرا للأحداث، رأى الكثير منها، كان مطلعا على كان معاصرا للشخوص، كان معهم، حضر نقاشاتهم إلى آخره، ولكنه كتاب في الحقيقة يعني جامل كثيرا، جامل البغداديين كثيرا، تكلم كثيرا عن القومية العربية كهدف أكثر من العراقية ومحاولة الاستقلال العراقي. لم يكن هنالك، كانت هنالك فيه الحقيقة هناك، ولكنه كتاب مهم جدا ولا يمكن أن يتجاوز لمن يحاول أن يقرأ ثورة العشرين ويفهمها، لأن الرجل كان محققا جيدا. تفضل. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. سعادة خزرجي، صراحة أحسنت على طرحك ثورة العشرين وأبعاد التاريخية والمراحل التاريخية. كل حكومة جت دخلت في العراق وجهة مثل ما قلت وجهة نظرها هي مطلع. نعم. بس فجاءت من بعد 2003 تشويق جديد دخل ثورة العشرين. كما قلت أنا نعم. لا ما كفت التمثل بحق القوى السياسية الجتي قبل 2003 قبل السقوط طرح الخطير أن ثورة العشرين ثوارها قادة الثوار ورموزها كانوا خطر. نعم. بسبب أن هم وصلوا جانب معين من الطائفة الثانية واستمروا تناصروا مع الجانب المهمل استراتيجية البريطانية تسليم الأقليات الحكم في كل الدول اللي احتلتها. ما هو تعقيبك على هذا الشكل؟ تعقيبي في الكتاب الحقيقة، لأنه كما قلت أنا لا أستطيع أن أتكلم كثيرا عن ما في الكتاب لضيق الوقت. مثلا هنالك الكثير من الأمور التي لم تكن معروفة للعراقيين حتى تكشفت فيما بعد، مثلا مسألة الموصل. الموصل كانت ورقة بيد البريطانيين لعبوا بها مع الأكران، السلطة يجب أن توضع بيد السنة رغم عددهم القليل حتى نحصل على دولة بعيدة عن سلطة المجتهدين والتي تمثل لي الشيطان عينه. لماذا الموصل؟ الموصل لأن الموصل مدينة كانت ستغير من التركيبة الطائفية في العراق. لو كانت بغداد والبصرة فقط لما كان لديك هذه المعادلة 35 مقابل 60 مع 5% إلى آخرين، فهذه 35 بها ممكن أن تعطيها سلطة. البريطانيون والفرنسيون لم يفعلوا ذلك فقط في العراق، انظر إلى المنطقة، اليهود كانوا في فلسطين وهم أقلية، الهاشميون في الأردن وهم أقلية، الوهابيون أقلية في الخليج وغيرهم وسوريا، واللبنانيون أيضا كانوا حينما ترك الفرنسيون ذلك وضعوا الموارنة أو المسيح بشكل عام هم أيضا أقلية. فهذه يعني كانت سياسة لخلق حكومات موالية أو على الأقل معتمدة في وجودها، وهي هذه المعادلة التي أعطتنا ما أسميه injurious history، تاريخ جارح أو فعلا تاريخ مليء بالجراح للعراقيين، لأنك حينما توفر دولة الحكم بيد الأقلية، الطريقة الوحيدة للحفاظ على هذا الحكم هو العنف وهو القتل وهو الكبح الأغلبية. نراها في البحرين، نراها في العراق، نراها في كل دولة فيها أقلية حاكمة وأغلبية محكومة. لا يمكن أن تحلم بالديمقراطية، ولذلك في الفترة الملكية كانوا يحلونها بطريقة بسيطة، تزوير الانتخابات. أما في الفترة ما بعد ذلك فترة الجمهورية فكان استخدام الجيش، وحتى في
في فترة الملكية استخدم الجيش ضد الكثيرين وأصبحت حكومة. فإذا هذه نعم ما تفضلت به موجود في الكتاب بشرح مستفيضة جدا عن طريقة البريطانيين وتعاملهم مع الأقليات والأكثريات في العراق أو المجموعة الأكثرية في العراق، وهذه سياسة هي كانت باتفاق. والمسألة الأخرى أيضا، نحن لدينا مشكلة مع العراقيين أنفسهم. في العراق كانت لدينا مجموعات تمثل طوائف وهي تعاد اليوم أيضا، ولكن بعد أن أسست الدولة أصبحت المشكلة ليست طائفة مع قادتها وطائفة أخرى مع قادتها، وإنما أصبحت لدينا طبقتان، طبقة الحكام من الطائفتين وطبقة المحكومين من الطائفتين. فأصبح الشيعة والسنة والمسيح يسكنون الكرادة أيام العشرينات وغيرهم، ويذهبون إلى مجلس الأعيان ويتزوجون من بعضهم ويأكلون مع بعض ويسافرون إلى آخره ويجلسون في المجلس ويتقاسمون الوظائف، والمحكومون من العراقيين بطوائفهم كانوا يتلقون الأنباء السارة وغير السارة، وهو ما يحدث اليوم. يعني يتقاتلون على التلفاز، وانظر إلى موائد رمضان من يحضرها. فهي هذه المسألة، أن هناك طبقات حاكمة قوتها وسلطتها لا تعني سلطة للفئات التي جاءوا منها، بل هنالك أناس يدورون ظهورهم إلى their constituencies، إلى الذين الناخبيهم، إلى مجتمعاتهم، إلى من يعتمد عليهم في السابق، والآن هو الشريط الملون للشريط الأبيض والأسود في العشرين. شكرا أستاذ فائق الشيخ علي عفوا. دكتور عباس أهنيك على هذه المحاضرة القيمة حقيقة منذ 3 أيام، وأنا وإياك نتناغم في موضوع ثورة العشرين. هذا من دواعي سعادتي. لا، دواعي السرور أن نبحث بنفس الموضوع، بس ما أدري ليش ثلاثة أيام ناسي أقول لك شيء مهم، وهسه فرصتي أقول لك أنه تحدثنا بكثير من الكتب التي ألفت عن ثورة العشرين، لكن الذي نسيته هو أهم ما جمع عن ما قبل ثورة العشرين. يعني أنت تدري متفقين أنا وياك أن ثورة العشرين هي امتداد لحركة الجهاد التي أعلنت في العراق ضد الإنجليز. وبالمناسبة الموضوع اللي قادني لهذا البحث أنه حسن العلوي في كتاب الشيعة والدولة القومية يتهم السيد كاظم اليزدي بأنه عميل للإنجليز في 5 صفحات، رديت عليه 500 صفحة طبعاً من الوثائق البريطانية، طلع بأنه المراجع في ذاك الوقت مو كلهم طبعاً، عدد منهم فد 3 عملاء للإنجليز، بس سيد كاظم اليزدي ضد الإنجليز. هاي الكارثة اللي اكتشفتها يعني على يدي حال إنه وثائق حركة الجهاد ثم ثورة العشرين ثم ما بعد ثورة العشرين، هذه كلها جمعت من قبل كامل سلماني الجبوري في 5 مجلدات موجودة صدرت قبل سنتين، وهذه مجلدات يعني العراقي ما يقرأها مثل العراقي ما قارئ كتاب حنا بطاط وما يعرف شيء عن العراق. مهمة وخطيرة جدا، مهمة جدا جدا، وموجودة في جامعة ستانفورد واعتمدت عليها كثيرا. لم أذكرها لأنها ليست تاريخ وإنما هي مجموعة وثائقية، كما هي وثائق جميل أبو طبيخ التي أطلعني عليها، وكما هي وثائق الآخرين. هذا يعني كما تذهب إلى المكتبة البريطانية والمتحف البريطاني، هذه المادة الخام لا بد أن تذكر، وهي كانت طبعاً جزء، هي صدرت بعد بدايتي مع البحث، وحينما وجدتها في ستانفورد وموجود منها أيضاً مجموعة في بيركلي نفس النسخة، أنا محظوظ أنني قرب بيركلي ساعة وساعة عن ستانفورد. في بيركلي لم يعني 20 سنة أنا في بيركلي لم أحتج كتاباً لم أجده في بيركلي، حتى الكتب المطبوع منها 20 نسخة في مطبعة القضاء بدون تاريخ موجود في بيركلي من النسخة. فهذا فد شيء يعني رائع وكامل سلمان الجبوري الرجل جهد التوثيقي مهم جدا، وكتبه أيضا عن كربلاء في ثورة العشرين، وهذه كلها في يعني اعتمدت عليها اعتمادا لا أستطيع أن أشكره وأفيه حقه. نعم صحيح أشكره. أنا يشرفني جدا اسم الكريم سمعت عنه ولم أرك الآن أسمعك أيضا تسمع بالمايدي خير من أن ترى أنا طبيب شكرا أستاذي أنا يشرفني أني ابن واحد
من الجنود المغمورين في تلك الثورة. سيد أحمد جمال الدين كان معمما وروى أشياء لطيفة جدا، قسم منها يعني مذكرات قد تبدو مضحكة إذا أقلت لكم. في النجف سوى مثل كوميونة رابطوا سمندري، فصار نقاش بينهم، واحد من بيت كومونة قال لهم نسويها بولشفيك، حسبالها بولشفيك يعني فد كيان الغريب. الشيء الثاني الذي للأسف لم يعني أسمع أنك ذكرته، أنا كنت في موسكو سنة 60 الاختصاص هناك 3 سنوات، وذهبت إلى مكتبة لينين. هذه المكتبة في ذاك الزمان تحوي أكثر من 6 ملايين كتاب. فمن جملة الأشياء أنا أثري كعراقي، أنتم شو عندكم عن العراق؟ رأواني في المكتبة هذه، من جملتها الآن أذكر كتابين عن ثورة 20. فتلاف واحد منهم؟ ما أعرف إنه أنا تفهمني الذاكرة الآن على أبواب 80 ما أعرف. هذا قرأته بالروسية للأسف لم أحصل على النسخة العربية. أنا أعرف إنه واحد من الكتابين ترجم إلى العربية. هو كتلاف مهم وتكلم عنه على الوردي، ولكن للأسف كما قلت لم أحصل إلا على النسخة الروسية فأتعبني كثيرا. أنا لأكثر أنه هؤلاء الناس ننظرون إلى الموضوع نظرة يمكن قد تختلف عما نحن عليه، ومن يعني جيد أن نراها ونمحصها وقد تنفعنا في ذلك. وأنا أشكرك جدا. أشكرك جدا لأنه فعلا أنا السبب الذي لم أذكر كل شيء في الكتاب لأنني يعني هنا سأغضب الناشر، يعني أحتاج إلى الناس أن يشتروه. إذا قلت لك كل شيء في الكتاب لن يشتريه أحد. ها لا حقيقة يعني المسألة الوقت، يعني الكتاب طويل وفيه بحوث كثيرة. ونعم كوتلوف كان مهما جدا كما قلت لك، لديه نظرة خاصة لهذا الأمر، وخصوصا أن الروس اهتموا بها باعتبار أن الإنجليز كانوا قد أشاعوا بأن محمد رضا أو مرزم رضا الشيرازي كان وقتها الذي يدير أعمال أبيه في ذلك الوقت ما أشبه الليلة بالبارحة طبعا، كان هو الرجل الذي يدير عملية أمور الشيرازي. وحينما نفي بداعي أنه كان على اتصال بالروس وبالبلاشفة، وكان هنالك من ضمن الأشياء التي قيلت عنها أنها ثورة متأثرة بالدعاية الروسية إلى آخره. فهذه مسألة مهمة جدا، وأعتقد أن كوتلوف مهم جدا كما قلت. كتاب صغير هو كتاب كوتلوف، ليس طويلا، ولكن فيه تحليل جميل جدا. أتمنى أن أحصل على النسخة العربية لأن الوقت لم يكن لدي كافيا لقراءته كاملا وبالدراسة بالروسية. الروسية عندي يعني أقرأها بصعوبة، ويعني استفدت منه لأنه لم أشأ أن يعني كنت أتوقع سبحان الله أن أحدا يوما سيقول لي ابن كاظم وماذا عن كوتلوف، فقرأته نعم. ووجهة نظرهم أعتقد أيضا علي الوردي يناقش كوتلوف بشكل جيد جدا، ممكن أن نرى مآخذ بعض الكتاب على كوتلوف، ولكنها مدرسة أخرى للنظر إلى مسألة الثورة وأدبيات الثورة وأسباب الثورة، مهمة جدا. نعم صحيح، أشكرك جزيل الشكر. تفضل دكتور عمرو صيبان البديري. أستاذ نحييك وحيي على هذه المحاضرة الطيبة الحقيقة. أشكرك كثيرا. شكرا جزيلا. كما يعرف الجميع أن التاريخ يكتبه المنتصر، فلماذا ولد ثورة 20 يتيمة؟ ولماذا لم تكتب يد أبناء الفرات الأوسط؟ وكما نعلم قد زور التاريخ زور، وكما ذكرتم عدة كتب أظهرت منها كذلك طعنا في أحد أجدادي. هناك هوسة تقول خلت شلبة غيبت لك شيبة. كتبت عنها هذه على المدير. نعم بالضبط، وهذه جيرت للأسف الشديد خطأ على أحد أجدادنا اللي هو الصيباني. صيبان طبعا. نعم فأستغرب يعني لماذا لم يكتب في حين. أنا صححتها هاي ستحب هذا الكتاب. أنا قلت بأن هذا الرجل السبب هو سبب عدم فهم هذا كابتن ويب الذي جاء القصة، ربما لطيفة لم يسمعها بعضكم، هي أن ويب كان في قريبا من آل بدير وكان يتصل بشيوخ العشائر، والشيخ أتى إلى جنبه
قال فكان لديه أجلكم الله كلبة أو كلبا، لأن الظاهر الهوسة احتاجت المؤنث، فيقال أن كلبا كان هنالك. فجاء قريبا من الشيخ، الشيخ حاول أن يدني هذا الكلب يبعده لأن إلى آخره، فاستغرب لم يفهم الحالة، فقال له لماذا she's friendly أو he's friendly، أعتقد أتذكر الكلمة، أنه هذا ما راح يأذيك. قال لا أعرف بس هذا نجس. فالإنجليز معظمهم ما كان عندهم مترجمة، أتكلم كثيرا أنا عندي مذكرات كابتن مان فصل كامل عن مشاكل الضباط ومعاوني الضباط الموجودين كانوا في المناطق، كان يعلم نفسه العربية بشكل بسيط، فهو لم يميز بين نجس ووسخ بهذه العبارة. فقال له هذا أنظف منك، أنا أحميه أو أغسله يوم مرة بالصابون كل يوم. فطلع شتمه الشيخ وخرج، لكن وثاروا آل بدير على في تلك الفترة، يعني وصلت إلى درجة أنه كانوا من أهم الثوار في وقته على الإنجليز في تلك الفترة. الفكرة هي أنه في الخلافات العشائرية استغلت، لأنها كانوا يحاولون أن يستغلوا أقل شيء عن هذه المسألة، ولم يكن عميلا، والرجل كان يستدعى، ولو لم يأتي لربما تعرض هو وقومه إلى العقوبة كما حصلت مع آخرين. فكتبت عنها ووضعتها في سياقها الخاص، أنها لم تكن لعمالة أو لشيء آخر، وإنما هي كانت مجرد ضمن الصراعات. وبالمناسبة أيضا العجيل الياور كان لديه أيضا مشكلة، حينما سألته جيرترود بيل لماذا ثرت علينا كان صاحبهم، فقال لها السبب هو ليتشمان، كان بالموصل وقتها، قالها أنه في يوم أيام جينا نتكلم جمع عشائر كثيرة، وهذا شيخ شمر أهم قبيلة بس كان صغير بالعمر، فراد يتكلم قبلهم، قال له اسكت أنت تشبه المرأة، أنا ما أريد أحكي وياك، وما اعترف بي شيخ. فالغريبة أنا شفت أنه الإنجليزي يتكلم الظاهر لما يدخلون إلى العراق يأخذون كل البرجدس مال المجتمع، كل الأشياء الخاطئة وغير الخاطئة، فيقول قال لي هالشكل، فأنا بعد خلص لازم أطلع أثور عليه. فهذه أشياء أنا أخذتها ومن ما سميتها بقلة الوعي الثقافي بين المحتل والمحتل، المبني للمفعول، عفوا اسم المفعول واسم الفاعل. فهذه المسألة مهمة جدا، وسببت للبريطانيين ويلات، إلى درجة أن جيرترود بيل وهالدين قائد القوات البريطانية لومهم الكبير أو الأساسي عن الثورة على ضابطين هما ديلي في الديوانية وليتشمان في الموصل ثم في منطقة الأنبار، هو هذا هؤلاء هم سبب الثورات العشائر، اعترافا بقسوتهما وبسوء تعاملهما مع العراقيين. شكرا. ثقافات شريفة معلومة أنت يمكن أنت ما تعرفها، أريد أضيف لك إياها. أنا في وقت ما اشتغلت مع السينما العراقية، والتقيت بواحد فني إنجليزي تكنيشن، روالي الأعمال اللي قام بيها، منها كانت عملية جدا مغنية، وهي أن في فيلم القضية الكبرى، وهذا المسألة الكبرى في هذا الفيلم يظهر مهدي البصير مثل ما أنت تعرف، ويقول كلمات بليغة، كلمات وطنية بليغة، لكن مهدي البصير طبعا كان يلبس عمامة ما أذكر سودة أو خضرة. فالرقيب لما عرض الفيلم الكامل قال لا ما يصير، هذا لابس عمامة شيعية المتكلم، فلازم تغيروه تحط سووها بيضة حتى يظهر بأنه متكلم سني. فالتكنيشن يحكي لي يقول لي هذا الفيلم كله شتغير من عنده لازم نعيد بنائه، فالشيء الوحيد اللي كان هو أن يشتغل لا صحيح هذا قدام حسين كان هذا كل دقيقة من الفيلم استغرق لها حوالي 200-300 فريم، ففريم ورا فريم وحاطط مايكروسكوب يباور ويمسح ويصبر،
كل الأعباب اللي حولها من اللون الأسود إلى اللون الأبيض. هذا كان صورة التي تزوير الشخصية خذ هذا. مهمة جدا. وأنا أتذكر كان حيدر البصير معي زميلي في المدرسة حفيد البصير في الكلية. يعني كان يعتصر الألم أن يشوف تراث جد يزور بهذه الطريقة. لكن أنا جدا سعيد بهذه الملاحظة. يعني دائما أستاذنا القشطيني لديه الجواهر واللآلئ. نعم يعني في الكتاب أتحدث بإسهاب عن كل محاولات التزوير للتأريخ هي فقط حتى يوجد تأريخ يتماشى مع نوع من السرد أو ناراتيف احنا اللي نسميه، بحيث أن كل شيء يقف في هذا في طريق هذا الاتجاه، يحذف أو يلغى أو يغير، اسم مدينة تغير، اسم مجموعة من الناس تغير، أناس يهجرون، لا فرق. المهم هو أن الدولة استخدمت كل وسائل العنف التي كانت بحوزتها للوصول إلى هدف لم تكن ترضى بالتسوير حياله، وهذه مسألة مهمة جدا. سيدة الفلاحين الأميين لم يكونوا يفهمون الوطنية، ولكن في هذه نوع من الظلم، كما أيضا البازرغان أيضا تكلم عن هذا أنها ثورة البغداديين لأن الفرات الأوسط لا يفهم الوطنية وهذه الأفكار الكبرى. المشكلة هي أن هنالك مغالطة تاريخية أن نقول أن بغداد أثقف من الفرات الأوسط في تلك الفترة، لأنني قلت في الكتاب أن العكس هو الصحيح. في بغداد كانت نسبة الأمية كارثية في فترة 1920 حينما دخل البريطانيين، لم تكن هنالك مدرسة واحدة باستثناء المدرسة البريطانية في البصرة التي كان يديرها فان أس، ولم ينشئوا أي مدرسة حتى 1918. هذا كتاب عن التعليم سأتكلم فيه عن كثير. كانت بغداد أمية فاحشة، إلا أن تكون يعني العيش في بغداد لسبب أو لآخر يجعل المرء مثقفا،
قارني حضرتك هذا بالنجف وهي مدينة الثقل الثقافي للعراق، ليس فقط دينيا ولكن يعني لننظر إلى صحف الثورة وصحف بغداد في ذلك الوقت. كما قلت لك بغداد كانت تنشر صحفها مقالات فيها 5 أو 6 لغات في العمود الواحد، هندي على فارسي على كل شيء لا يفهم منها شيء، بينما كان النجفيون يكتبون بلغة تفوق لغة الأدب العباسي. هنالك الكثير، المشكلة هي أنها ليست فقط عشائر، لننظر إلى الوثائق. إذن كان هنالك وعي، كان النجفيون يستقبلون الصحف من القاهرة ومن العقاب وغيرها، من القاهرة ومن سوريا ومن أماكن أخرى، يقرؤونها فيما بينهم ويصدرون صحفا. فإذا هذه المسألة أن الثقافة كانت في بغداد، ولذلك كانت القيادة العقلية للثورة في بغداد هي مسألة لا تصمد للنقد أولا، إضافة إلى أن الذي يكتب ويقول أن الفلاح ليس لديه وعي وإنما الوعي حكر على المثقف هي نظرة في الحقيقة خاطئة، ربما لها أسبابها في السياق الثقافي لا داعي لذكرها الآن. المسألة الأخرى المهمة حول الثورة هي أننا نرى أن الكتابة عنها كتبت بأيديولوجيات مختلفة، ولذلك نرى أن الكثير ممن يتكلمون عن الثورة رسموا لها صورة تتفق مع سياسة دولة معينة، ففي كل مرحلة لدينا سياسة أخرى. سؤالك الثاني كان عن أشكرك، نعم صحيح كان موجودا وكان هذا موثقا التقارب، والكثيرون حينما حدثت الثورة كان هنالك يوسف السويدي في كربلاء، كان هنالك علي البازرقان، كان هنالك مجموعة أخرى كثيرة ممن ذهبوا من بغداد في آب 1920، وأيضا حتى ضاري حينما هرب إلى الفرات الأوسط ومن ثم انتقل. نعم كان هنالك الكثير، وكان هناك سنة في الفرات الأوسط أيضا. تفضل. شكرا جدا. شكرا استاذي. الله يحفظك. احنا في مؤسسه الاحواء عندنا مساحه حريه للتعبير وما احلاها من مساحه، على اعتبار ان الباحث المتحدث باع طويل. ثوره الـ20 ما زالت طريه لما يمر عليها قرن يعني. وانا وجدت ان ما يغلف الحديث هو التبني والإغراء. من ياتي يتبنى فكرا ويلقى الآخر، وهذا ما حدث لما قبل ثورة الـ20، ثورة تموز هذا التبني، وانقلاب 63 ومهزلة 2003. صحيح. اثنين، أنا أشم أن حضرتك كونك باحث في بلد أوروبي أو بلد أمريكي كما هو حال الكثير، يعجب في البهرجة العلمية والبهرجة الحضارية ويتأثر بأستاذه إذا كان فلو بروفيسور أو سامبل لايكرافت، فأجد أنك ميال للأخذ بالمصادر الغربية. أنا الصغيرة، أنا من المعايشين لإعلام كبير في العراق، تراثي اسمه حسين علي محفوظ طبعاً، حسن وهناك علامة أخرى هو عسكري، هو اللواء الركن عبد الرحمن التكريتي الذي يتواءم مع علامة آخر اللي هو جلال الحنفي. صحيح. هؤلاء الثلاث كتبوا عن ثورة الـ20 كثورة الـ20. نعم. لو أنك ولجت هذه الأبواب أو إحدى، لا انتكى على حسين علي محفوظ مات قبل سنوات واحتفلنا في الـ90 بمولده 85. نعم. يعني الرجل مملوء وعنده خبر متراكمة. أنا مع احتراماتي لكل الأسماء التي طرحت وهي ذات ثقة عالية، بس من تجي على العلام حسين علي محفوظ هذه مهمته، هو رجل تراثي يعني هو لا يكتب بمجال آخر كما المرحوم علي الوردي أو الدجيل. فأنا ميال أن يكون جزء مما كتبت عن هذا الرجل ليس وفاء لعطائنا وإنما غرفا للمعلومات. أشكرك الحقيقة، يعني كما قلت كل ما قلت عن العلامة محفوظ وعن العلامة الحنفي، وأنا يعني رجل كان موسوعة وشاعرا رائعا أيضا، شاعرا ظريفا،
نشرت له أشياء كان يرسلها حينما كنت مصححا لغويا في جريدة العدل، كنت في الإعدادية، لم أقل أنني كنت أصحح قراءتها، كانت تمر علي لأنشرها، لم أقرأها للتصحيح، قرأتها للاستمتاع وللحفظ. هنالك شيء واحد أختلف معك فيه، هو أنني لم أتبنى النظرية الغربية، لأنني قلت أن الغربيين لم يكتبوا عن ثورة 20. في بمار أستاذتي العظيمة التي وصديقتي، لم تدرسني ولكنني أعتبرها يعني في بمار يعني واحدة من الذين يستحقون تمثالا في التاريخ العراقي والمؤرخين العراقيين المهمين، لم تكتب سوى صفحة واحدة عن ثورة 20، وهي يعني تكلمت معها كثيرا، بعثت لي قبل فترة أو كتبت أيضا عن الكتاب في الغلاف إنه هذا الرجل سيجبرنا على أن نعيد الطريقة التي كتبنا فيها تاريخ العراق. وحينما أرسلت لي كتابها قبل أيام كتبت إلى عباس كاظم الذي سيغير كل هذا التاريخ، بمعنى أنه ليس التغيير ولكن لأنني قالت تجبرنا على أن نعيد النظر بمنهجيتنا التاريخية وبداية العراق. المشكلة هي أنه ليس هنالك كتابة غربية عن ثورة 20 حتى أتبعها، بل أن أنا أعتبر وأقول في الكتاب أن الإسهام المهم في كتابي هو أو أهم إسهام هو أنني لأول مرة أعتمد على أو أكتب ثورة 20 بالاعتماد على ثلاثة مصادر. المصدر الأول هو المصدر الذي كتب باللغة الإنجليزية، المذكرات الإنجليز وغيرهم الذي اعتمد عليه من قبل، والمصدر الثاني هو الذي كتب بالعربية بمساهمة الحكومات أو بعدم مساعدة، والمصدر الثالث الذي يقدم لأول مرة وهو تاريخ الذي كتبه الثوار. ذهبت إلى أبنائهم وأخذت ما لديهم من مذكرات، ذهبت وأخذت الوثائق التي لديهم، ذهبت وأخذت الوثائق التي أو المذكرات التي بخط اليد، ونظرت إلى صحافة الثورة ورسائل الثوار إلى بعضهم وفتاوى المجتهدين ووثائقها، كلها وضعتها لأول مرة. يوجد كتاب عن ثورة 20 في باللغة الإنجليزية والتي ذكرها الأستاذ فاق الشيخ على هذه الوثائق التي نشرها الجبوري وغير هؤلاء، كلها وضعتها لأول مرة يكون كتابا يعتمد، يكون هنالك كتاب يعتمد على هذه المصادر الثلاثة خلافا للكتب التي اعتمدت إما على الرواية العراقية أو على الرواية الإنجليزية أو على الروايتين معا دون النظر إلى ما قاله الثوار عن ثورتهم وعن ما كانوا هم يريدون. الأستاذة قبل قليل تحدثت عن تقييم الثورة، الثورة تقييم الثوار للثورة أين هو في الكتابات؟ حينما يكون محسن أبو طبيخ مثلا يتكلم ويقول الثورة كانت بسبب بطرنا نحن الذين عاملنا الإنجليز معاملة حسنة وثرنا عليهم لنضع هؤلاء المرتزقة كما يسميهم في الحكم، ولكن بعد ذلك يعود ويقول ولكن أهم ما في الثورة هي أنها حققت ما كنا نصب إليه وهو عراق مستقل ودولة عراقية. لأنني أتكلم في الكتاب عن أن أهم ما حققته الثورة والآتي هو أنها قلبت الخطة البريطانية. لا أدري كم منكم يعرف ما هي الخطة البريطانية قبل ثورة 20 والتي ذهب سير بيرسي كوكس أو جاء إلى لندن، ليس ذهب الآن أنا في لندن، جاء إلى لندن ليوثقها ويأخذ الموافقة عليها، وهي خطة وزارة الحرب البريطانية أو الوور كابينت كانوا يسمونها، خطة قبل أن يحتلوا بغداد، هي أن تأخذ ولاية البصرة وتضم إلى بعض المقاطعة الخليجية وتضم إلى الهند. كثير من العراقيين كان صاروا هنود الآن. طيب، وبغداد تحكم من قبل شيخ عربي. طيب، هذه وثيقة الحرب البريطانية خطتهم للعراق، وبغداد تحكم من قبل شيخ عربي يكون شيخ صورة عربية ولكنهم يحكمونها من خلاله كما حدث مع بعض المشايخ في الخليج، والموصل لم تكن أصلا بنيتهم أن يأخذوها تبقى مع تركيا، هذا كان النظام. ولكن حينما ذهبوا كانت الثورة أو جاء إلى هنا وكانت الثورة، انقسم البريطانيون، الشعب والصحافة كانت ضد الوجود البريطاني، كانت أشبه بما وجد في أمريكا cut and run كما أسميها أنا or stay the course، اللي هي السؤال المهم اللي سأل الأمريكان أنفسهم، اتركوا العراق لأن كلفتهم 40,000 pounds ذهب وكلفتهم أرواح وخربت كل ما بني في من 1914 إلى 1920
النتيجة أنه قالوا إذن فكانوا ما بالإمكان أن يتركون ولا بالإمكان أن يتركون لأن كانت تسبب غضبا هنا في بريطانيا. إذن قال بيرسي كوكس أنا أعطيكم حلا وسطا وهو أن أصنع أو أضع حكومة عراقية موالية للبريطانيين تحفظ مصالحنا وما وضعنا to maintain or to safeguard our investment in his language. قالوا له خلاص عندك فترة معينة روح إذا قدرت تسوي هذا خلاص اللي تريده. فهذا هو ثورة العشرين هي من أعطانا هذا الأمر. أما العراق في ما لدى البريطانيين كيف هو كانت الوثيقة الور كابينت وثيقة وزارة الحرب البريطانية التي كانت إلى آخر لحظة هو ما كان لي. فهذه هي الثورة وهذه هي أهميتها. أما أنه المصادر التي الموجودة بالإنجليزية هذا أول كتاب يكتب باللغة الإنجليزية عن ثورة العشرين. أنا أستطيع أن أقول لك التواضع أن البريطان الذين يكتبون باللغة الإنجليزية حينما يريدون أن يفهموا ثورة العشرين وتاريخ عليهم أن يقرأوا كتابي لا أن أتأثر أنا بهم. أما كلامك عن العلامة محفوظ والعلامة الحنفي والتكريتي فهذا كلام يعني تبقى أنه لدينا كل منا لديه ما يعتقد بأنه أفضل من كتب إلى آخره وهؤلاء قوم ليس لمثلي أنا أن أقلل من قيمتهم. أتفق معك في كل ما قلت عنهم باستثناء هذه الجزئية. أشكرك. أنا آسف إذا أنهيت جلسة لأنه حتى نبقي على المحاضرة والحوار إذا شيء قصير. نعم قصير. نبقي طعم لذيذ للمحاضرة والحوار ثم بعد. تفضل. شكرا دكتور عباس على هذه المحاضرة القيمة الرائعة. لكن أنت خلال 70 دقيقة تحدثت فيها أخفلت دور شعلان أرفتشون. هل أخفلته في كتابك؟ شعلان أرفتشون هو رمز الثورة. يعتبر الكل يتكلم عن شعلان أرفتشون بأنه هو الشرار. أنا قلت في محاضرتي أننا لن أتكلم عن ما حدث في ثورة العشرين. هو معروف مساهمتي هي ليس في كتابة أحداث ثورة العشرين. سردتها في فصل كما هي موجودة وكم من فعل كذا. هنالك تايم لاين كما نقول أحداث تاريخية. ماذا حدث في هذا اليوم وماذا حدث بعده. كيف تزامنت بعض الثورات أو الانتفاضات في مكان آخر. كل هذا مكتوب. شعلان أرفتشون أنا صححت أمرا بشأنه هو أنه الكل يظن أن شعلان أرفتشون لولا لما حدث الثورة. شعلان أرفتشون أنا أعتبره مشكلة في تاريخ الثورة كما أيضا ذكر بعض معاصريه. لنعلم أن شعلان أرفتشون قبل يوم اعتقاله كان هنالك اجتماع في منطقة الفرات الأوسط لإعلان الثورة ثم أرسلوا أحد السادة اليسريين محسن الياسري ليذهب إلى شعلان أرفتشون كرسول من شيوخ تلك المنطقة لينسق معه مسألة الثورة. فوجد حينما وصل وجد شعلان أرفتشون قد اعتقل وأطلق وبعد الإطلاق طبعا حدثت هذه المصادمة خربت السكك القطار. ولذلك نجد أن الثورة بقيت في الرميثة وفي السماوة أسبوعين كاملين دون مشاركة أخرى لأن الفرات الأوسط لم يكن مستعداً. فلم يستعد حتى بعد أسبوعين لأن كانت لديهم مفاوضات مع كابتن مان ومع نوربري. ولذلك كان هنالك محسن أبو طبيخ يضعها بشكل جميل يقول هنالك تسريع للثورة وأنها حدثت قبل أوانها ليس الأوان الذي كانوا يخططون له. فشعلان هو ليس الثورة. نعم هو الشرارة الأولى في السماوة وهو الرمز ويستحق ذلك لأنه رجل كان مهما جدا. كان شيخا لعشيرة كبيرة جدا. وأيضا في كتابي تكلمت عن عشائر السماوة التي بقيت تقاتل حتى آخر لحظة وهي العشائر الوحيدة التي لم ينتصر عليها البريطانيون وهي العشائر الوحيدة التي لم تسلم ولم تدفع للبريطانيين غرامة ولم تدفع لهم ضريبة في تلك السنة ولم تعطهم إعطاء المدن الأخرى. يعني بني حتشيم وغيرهم كانوا فعلا أول من بدأ وآخر من توقف في القتال. هذا كلام كله أتكلم عنه وأعطي كل ذي حق حقه. تكلمت أيضا عن عشائر الفتلة وبني حسن وغيره. هذا كلام كثير جدا ولكن كما تعلم يعني أن هذا كتاب طويل ولدي ساعة.
فأشكرك على هذا التنبيه. ولكن هو بالفعل هنالك أشياء يجب أن تختار ما تقول وما تترك للقراءة. وأتمنى أن يكون ما لم أقل أن يكون حافزا لكم لقراءة الكتاب. بالمناسبة الكتاب سيصدر أيضا بالعربية قريبا، وسيكون متوفرا، سيترجمه الصديق الدكتور حسن ناظم، وهو واحد من المترجمين المتمكنين جدا والمعروفين، وإن شاء الله أو هو ترجم الكثير من سينتهي تقريبا من. لذلك أمنيتي بأن أكون قد وفقت في إثارة أسئلة وليس أجوبة هنا لكم. وأيضا كما يقال، الكتاب الجيد والبحث الجيد والمشروع الجيد هو المشروع الذي يستدر من الاعتراضات بقدر ما يستدر من الموافقة. حينما يوافق الكل أو يتفق الكل معي أكون قد فشلت، وحينما يخالفني الكل أكون ربما قد فشلت. ولكن حينما يتفق مع البعض ويختلف مع البعض، يظن البعض أنني وفقت والآخر يظن أنني تركت شيئا. كما يقال، كل من يفعل أي شيء ينتظر المدح، أما من يكتب كتابا فحسبه أن يتمنى من الله أن لا يناله الذنب. شكرا لكم جميعا، شكرا لأستاذي فوزي كريم الرائع جدا على هذه الإدارة الجميلة والتواضع للجنب أن يكون مقدما لهذه الأمسية. وأيضا شكرا لكم جميعا، وأتمنى للجميع التوفيق. شكرا للندن.